هلا وشلونك؟ شنو اخبارك؟ اخبارك؟ يا رب يوفقك. فرحان بنجاحاتك فاطمه، تستاهلين والله العظيم. تذكر قبل 4 سنين كنت ضيفي البرنامج من شفصتي بالشو اسمه انا عندي ام. هو قال لي ان شاء الله، هو كان سوى متزوج فباركت له، قال لي ان شاء الله يا رب يوم الالك وتصير. الزواج للكل. كنت بعدك عريس جديد. قال لي يا رب ان شاء الله يوم الالك وتتزوجين، فقلت له انا متزوجه وعندي ام وام الاطفال اثنين. الله يوفقك يا رب. اي والله صدق صارت ترند. والله الحمد لله خير وبارك. انت شلونك؟ خير وعافيه. طبعا احنا بسبب المشاغل كل واحد ملتقي، صارنا كل شويه ما ملتقي. الحمد لله من شفناك اليوم. ولا عيونك الاهل شلونك؟ يا رب والله خير وبركه. نعم تتمنى الكل يتزوج؟ اي والله ليش لا، حلوه اذا انتم متفاهمين، وبالذات فاطمه اذا على حب ليش لا. اي واحد يكمل الثاني. اوكي عندي كم سؤال. يلا اوكي جواب. جاهز؟ يا رب مو صعبات. إيه؟ لا مو صعبات. ايش قد كان عمرك لما اكتشفت الخذلان يصحي الناس او يصحيك؟ من وين صغير؟ والله من زمان؟ من القرايب. زين ايش قد كان عمرك يا ليث؟ من صحيت انا فاطمه من وانا صغير صحيت. هو يعني خلاص صحيت. اي الحمد لله. سؤال ثاني، ايش قد كان عمرك من اكتشفت الثقه مو للكل؟ هسه بعد هاي نقول بال 18. على كبر يعني عمره 18 سنه. ايش قد كان عمرك من اكتشفت الصديق مو وقت الضيق؟ هاي يوميا. شنو صدق؟ والله. زين ايش قد كان عمرك من اكتشفت جيبك اهم شيء يكون انت مستند على مبلغ مالي بحياتك من وراها تقدر تتصرف؟ هسه اقول لك شيء وما بالغ، لحد الان ما مكتشف هذا الشيء. ما عندك فلوس؟ لا مو ما عندي فلوس، بس ما معتمد على جيبي انه متروس او ما متروس. بس مقومات الحياه تتطلب انه تكون عندك ماده. بس زين ما اعرف شلون اجيبها. صح انا ما احكي شلون تجيبهن كشيء يومي. ايه. كسند لك لاولادك. صح سيارتك، سياره زوجتك، بيتك. الزواج هو هذا. اي كثره المسؤوليه فاطمه. وين كنت انا طير الطايره وحدي؟ مندوب هوايه صار يجيكم مو؟ اي والله بالباب. تخيل يوم من الايام جيت افتح صندوق مال المندوب واخليها تزوج للشركه، اقول لها هاي 3000 ولحلها. زين ايش قد كان عمرك من اكتشفت الجمال جمال الروح مو شكل؟ ولد البنت من حبيت. صدق؟ ليكون زوجتك مو جميل. شنو ما شايفتها انت؟ لا ما شايفتها. والله هسه شوفت صور. اوكي الله يستر عليها. عاد ليش تقول من حبيت؟ من حبيت عرفت انه انا ما حبيتها على مو شكلها، ان كانت حلوه او مو حلوه. هي جميله الشيء اللي بداخلها. والله جميله تجنن كانها قمر. اي اوكي بينه هي بس انا مش شايفتها بين. الله يستر عليها. بس حبيت داخلها، حبيت طيبتها، مواقفها وياي، طيبه قلبها. الامور اللي وقفت لي بيهن بحياتي صارت لي سند، وممكن اقول لك وقفت لي وقفات. الزلم بس هي كلش اي